السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. ايه، انا كنت في اكتوبر وده كان مكان حلو قوي قوي، بس طبعا قلت ما اصوره واشارككم فيه. ايه ده، مكان اسمه جرين بارك، تحفة طبعا زي ما انتوا شايفين. ايه، في اماكن حلوة تقعدوا فيها، وغير كده في كيدز اريا ممكن تلاقوها للاطفال، وفي اماكن عادي ممكن تقعدوها، يعني ما تقعدوش في مكان معين ولا في كافيه معين منهم. هو حلو قوي، وبتاخدوا الاطفال معاكوا وتلعبوا بالباتيناج. طبعا كلهم كانوا بيلعبوا بالباتيناج ايه جنبنا، وناس كتير كانت بتقع. الباتيناج ده مضحك جدا، بس حلو يعني بصراحة، الواحد نفسه يجربه، بس طبعا لو جربه هيتقلب على وشه معروفة. تبقى عايزة تدريب كتير جدا، وازاي تمسك اعصابك وازاي تمسك نفسك. دي بنوتة اخويا الجميلة، ان شاء الله ربنا يحميها يا رب. طبعا دي اماكن كده، واحدة واحد وقفنا ادانا المنيو بتاع المطعم، بس طبعا احنا كنا قاعدين في كافيه تاني. كان الكافيه للاسف ما لحقتش اصور القعده، نسيت. كان حلو قوي، وطلبنا فيه برضو ما صورتهاش للاسف، كان مش عارفه ليه ما صورتهاش. بتاع ذوق مرات اخويا يعني، طلبت لنا فاكهه، فاكهه استوائيه، مش فاكره كانت قايله لنا ايه، فاكهه اسيويه. فاكهه اسيويه، ده طب بيبقى طبق كده كبير، بيبقى فيه جميع انواع الفاكهه الموجوده بقى واللي مش موجوده. كان فيها بصراحه، كان نفسي من زمان ادوق البطيخ الاصفر، وكان موجود فيه البطيخ الاصفر، عجبني قوي. المكان ده تحفه تحفه تحفه، الالعاب فيه هناك روعه. انا صورته لكم من جوه، هنزله فيديو تاني ان شاء الله. لا المكان حلو قوي قوي. طبعا في ناس ممكن تروح تقعد في اي كافيه زي ما انا قلت، وفي ناس لا، يعني في مكان تاني برضو وانا ماشيه دلوقتي هوريه لكم. ممكن تقعدوا فيه يعني من غير اي تكلفه ولا اي حاجه، بتاخدوا انتوا مثلا شربكم واكلكم وكل حاجه وتقعدوا فيه. الدخول طبعا فري، ما فيهوش اي حاجه، ويدوب بس الواحد بيروح يغير جو ويتفرج على الاماكن. وبصراحه المكان هناك، الاماكن هناك تحفه قوي قوي يعني. ده طبعا كان كافيه، طبعا ما كنتش عارفه اصور لان كنت ماشيه وشايله بنوتي، فالتصوير ما كانش حلو قد كده. ده انفينيتي بارك، وبرده في اللهم صل على النبي البتاع ده، البارك التاني كنت مصوره، في العاب جميله قوي قوي تنفع للكبار على فكره وللصغيرين، بس طبعا كان نفسي قوي العب بس للاسف يعني ما نفعش. بنوتي بقى كانت مبهدلاني، وفي نفس الوقت كان الناس هتضحك عليا. انا صورته وهو جميل جدا جدا جدا. المكان ده بقول لكم يا جماعه، ده في اكتوبر اصلا، وجرين بارك اسمه جرين بارك اهو، ده اللوجو بتاعه جرين بارك، حلو قوي. والكافيهات هناك جميله. بالنسبه للطبق اللي احنا كنا طلبناه، كان حلو قوي، اللي هو طبق مليان فاكهه، كان فيه جوز الهند، طبعا كانت تجربه سيئه وحشه او طعمه وحش قوي، وكان فيه بطيخ اصفر، كان نفسي ادوق البطيخ الاصفر بصراحه ودقته، كان جميل قوي. وكان فيه توت وفراوله، وكان في فاكهه كتير يعني موجوده ومش موجوده في الصيف، كان بطيخ اصفر واحمر، النوعين كانوا موجودين. بس بصراحه البطيخ الاصفر زيه زي الاحمر يعني، مش زي ما كان في واحد على الفيس بيقول ده فظيع وواو وتحفه وكل الكلام ده. هو على فكره نفس الطعم، بس طبعا احنا عشان متربيين على الاحمر، فاللي هو ميولنا للاحمر اكتر يعني. ده بقى المكان اللي بقول لكم عليه، دي بداية اصلا جرين بارك، يعني الدخلة بتاعتها ممكن تدخلوا من هنا وممكن تدخلوا من المكان التاني بتاع العربيات من بره بقى.
بس ده اصلا مكان الدخلة بتاعته. طبعا النور والاضاءة والحاجات دي طبعا احلى من كده بكتير في التصوير بصراحة. التصوير ظلمها 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 يعني. طبعا اسم جرين بارك هو باين حلوة قوي. طبعا هم مخصصين ده جنب اللي بنمشي فيه، والجنب التاني مخصصينه للباتيناج والسكوتر كل حاجة من الحاجات دي للشباب بقى، في كبير وفي صغير. وكان فيه بصراحة بلاوي ضحك وهزار يعني، كنا كل حد بيقع كنا بنضحك عليه. كان يوم ممتع قوي بصراحة. دول طبعا شباب بيتمرنوا. ده المكان اللي بقولكوا عليه بتروحوا تقعدوا فيه يعني، بدل ما تقعدوا في اي كافيه بتقعدوا كده قدامكم عيالكم بيلعبوا بالباتيناج بيجروا بيتنططوا. مش شرط يعني تدخلوا تقعدوا في اي كافيه، ممكن تقعدوا على السور. وفي مكان تاني بسلالم بتقعدوا عليه. طبعا الديكور هناك جميل. اللي بيلعبوا بالباتيناج ده الواحد بيقول نفسه يعملها، بس طبعا الواحد لو عمل حركة منها يجيله انزلاق يجيله غضروف على طول. اهو ده برضو مكان سلالم كده، ممكن ايه تروحوا تقعدوا فيها. إيه الإضاءة للأسف مش عارفة التليفون عمل ليه كده، بس لأ التصوير ظالمها، التصوير ظالم المكان بصراحة. حلو والشجر شكله تحفة وحواليه الإضاءات والمكان جميل بصراحة. لأ لأ مكان عجبني جدا، من الخروجات الممتعة اللي الواحد خرج فيها يعني. في كيدزي اريا موجودة انا صورتها لكم، اسمها تقريبا انفينيتي بورك. حلوة جدا جميل عجبتني. ولاد اخويا كانوا بيلعبوا فيها وطبعا ضحكنا كتير عليهم. كان في لعبة من ضمنهم حلوة هم لعبوها يعني. الاطفال هناك فرحانين طبعا، وفي اطفال وكبار للمكان اللي هو بتاع الباتيناج ده، جزء للممشى وجزء للباتيناج. وطبعا التويلت هناك نظيف بصراحة، مكان كله حلو ونظيف. وكافيهات في كافيهات وفي مطاعم يعني على حسب ما انتوا عايزين. ده اللي هو اللي بقولكوا عليه انفينيتي بارك، حلو قوي. انا صورته بقى من جوه، بس طبعا عشان كان الفيديو كبير فانا اضطريت ان انا اخلي ده فيديو لوحده والتاني فيديو لوحده. حلو جدا والله، مكان حلو ومش غالي اوفر يعني بالنسبة للاسعار اللي بتبقى في اكتوبر. وقعدته حلوة ولطيفة وخفيف. كانت بنت اخويا طالبة وافل في المكان اللي احنا قاعدين فيه. كان حلو قوي والله. مش فاكرة اسم المكان كان ايه، بس هو كان تقريبا في نص المكان يعني، في نص المكان هو جرين بارك كافيه. كان قبله مطعم ده بنت اخويا طلبت منه وافل بالشوكليت، كان طعمه فظيع بصراحة، كان حلو قوي قوي. طبعا الانفينيتي بارك هو حلو وكل حاجة، بس طبعا ما كانش يعني مش كل الناس تعرف تدخله. كان في لعبة جنب الانفينيتي بارك الاطفال بقى اللي هم صغيرين خالص يلعبوا فيها يعني عادي.
ودي برضو فيها صغيرين وكبار يلعبوا فيها. الانفينيتي بارك مليانة ما شاء الله، حلوة جدا. وده الفيديو اللي انا صورته، بس ان شاء الله المرة الجاية هنزل لكم فيديو للانفينيتي بارك. يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة على خير. باي.